أسألك على فكرة تواجدكم في مصر، فكرة المعسكر اللي في مصر جت إزاي؟ مبسوطين؟ حاسس إن الخدمات والفاسيلتيز والأمور اللي تهيئ لكم الأجواء المناسبة موجودة في الفترة السابقة والفترة القادمة إن شاء الله؟ احنا طبعا هتتفاجأ، احنا النهارده لينا 65 يوم. 65 يوم؟ نعم، في مصر من يوم 10/12 حتى هذه اللحظة. احنا معسكرين في موبنبيك 6 اكتوبر، فندق فيه كل الفاسيليتي للأندية. الملعب جنبك، الجيم، حوض السباحة، كل شيء موجود. فأنا بفتكر انه دي أطول فترة بتاعت معسكر لنادي السوداني. ليه جت الفكرة؟ يعني ليه بتعسكروا في مصر في الفترة السابقة دي؟ احنا طبعا تأهلنا من مصر. كنا لعبنا الكورة الأولى في قبل دور المجموعات مع زناكو الزامبي، وانتصرنا في استاد السلام 3-0، ولعبنا كورة الرد في زامبيا، وعدنا قبلها كنا معسكرين 11 يوم هنا. فأخذنا فترة بتاعت 40 يوم تقريبا راحة، لأن كان فترة راحة وتسجيلات. وبدينا اعدادنا من يوم 10 ديسمبر. 10 ديسمبر، نعم. طيب، وواصلنا حتى هذا اليوم. عظمة جدا. طيب.